20,950 شاب طالب شغل مبتدئ تم توظيفهم في إطار عقود العمل المدعم CTM، أي ما يعد المجموع 290,943 طالب شغل مدمج بصفة نهائية أو بصفة دائمة في القطاع الاقتصادي. وأخذا بالاعتبار ولا أخذا في الاعتبار التنصيبات المنجزة عن طريق الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال والمقدر ب 11,065 تنصيب، فقد بلغ العدد الإجمالي للتنصيبات خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2018 302,008 تنصيب، بزيادة تقدر ب 4.5% مقارنة بالأشهر 9 الأولى من سنة 2017.